اهلا بحضراتكم مره تانية. يعني في الفاصل كنا بنتكلم عن انتاجنا في الاستزراع السمكي، في الصيد. احنا مستوانا لا يقل اهميه عن مستويات دول في عمليه الانتاج للثروه السمكيه ممكن تكون مشهوره بيها. احنا انتاجنا عالي وترتيبنا كمان كبير على المستوى العالمي. عندنا بعض الامور يمكن الخاصه بالترويج والتسويق وايضا جذب الانتباه عالميا للسوق المصريه في الانتاج السمكي محتاجه بعض التجديد. بجدد التحيه بضيفنا رئيس هيئه الثروه السمكيه دكتور ايمن عمار. دكتور ايمن، انشاء اسواق جديده باشكال وطرق مختلفه ممكن تكون جاذبه، ممكن تكون لافته، بعيدا بقى عن الاسواق التقليديه العاديه اللي ممكن تكون قائمه حاليا، ولكن اذا اختلفنا في شكلها الامور ايضا هتختلف وهتتوسع. انا صريح، احنا ما عندناش سوق سمك في مصر اساسا. عشان ابقى صريح وانا مسؤول عن هذا. للاسف احنا يجب ان، وده احد اهتمامات الهيئه حاليا. احنا عندنا السماك اللي ممكن لا هو هذا يعني لا يجوز، لانه في اسواق معينه هذه السمكه اللي خلقها ربنا وادهلنا لازم نحافظ على جودتها وقيمتها الغذائيه للمستهلك. فاحنا لازم نعيد المنظومه اللي هو عندنا علم بنسميه علم ما بعد الحصاد. حضرتك احنا خلصنا وعملنا الاستزراع السمكي وعملنا كل حاجه وزودنا انتاجنا، هنروج ازاي؟ يعني انا هدي لحضرتك مثال، احنا عندنا احسن سمكه بلطي في العالم في بحيره ناصر. كويس؟ لكن اللي بيحصل في العالم لانها انظف ميه في العالم. بحيره ناصر هي يعني الحمد لله بعيده خالص عن اي مصادر التلوث، وفي قانون، في قانون كمان او قرار للرئيس مجلس وزراء سابق بانه عدم اقامه اي منشاه على مسافه اقل من 2000 متر. يعني في العالم، في العالم احسن سمكه بلطي. لكن ده بالظبط كده، لكن ده ما يحدث لها بعد صيدها لحد ما توصل للمستهلك هو ده اللي بيخليها شيء. انا شخصيا غير راضي. ايه اللي مطلوب؟ احنا كيف نتعامل عن دول حضرتك في الفاصل كنا بنتكلم عن دول عندها اسواق سمك مبهره. السوق نفسه لسه ما دخلناش جوه. يعني لافت كده السوق ده مسار سياحي. يعني في مدينه زي الغردقه، وانا بروح الغردقه كتير، انا بشوف السياح بيروح يتفرجوا على السمك طبعا، لانه قبل ما بيعمل الدايفنج بيحتاج انه بيوروه السمكه، ولما عشان لما يشوفها تحت في الميه يعرف اني سمك. فانا النهارده لازم يبقى عندي سوق. وبالنسبه للغردقه بالمناسبه، يعني ان شاء الله في قريب جدا احنا هنعمل ميناء وسوق للسمك على اعلى مستوى مع ست المحافظ. هل في تطوير طيب لاي مكان موجود دلوقتي اسواق حاليه، سوق السمك اللي موجود مثلا في سوق العبور مثلا؟ يعني انا بتكلم على الحاجات اللي الناس عارفاها. صعب ان احنا نطور، خلاص هي قائمة كده وشغلها كده. بالنسبة لإسكندرية احنا برضو عندنا مساحة من الأرض على مدخل مدينة إسكندرية تابعة للهيئة، إن شاء الله في أقرب فرصة بنتفاوض حاليا إن احنا نقيم سوق سمك مع صالة تصدير في على يمكن قريب أو على مدخل مدينة إسكندرية، أرض تابعة للهيئة. الغردقة إن شاء الله في أقرب فرصة احنا فعلا، انا يعني سيادة الوزير خاطب وزارة المالية على سنة توفير الاعتمادات، عندنا برضو السويس بنعمل لها ميناء وسوق سمك على اعلى مستوى ان شاء الله. لكن ارجع تاني لبحيره ناصر. أيوه. سمكه البلطي. ايه اللي مطلوب؟ هي الموضوع كله حضرتك انه السمكه، اي سمكه درجه حراره جسمها هي درجه حراره الميه اللي عايشه فيها. السمك من ذوات الدم البارد، مش زينا كبشر احنا درجه حرارتنا ما بتتغير ثابته 37، لكن السمك درجه حرارته بتتغير ارتفاعا وانخفاضا طبقا لدرجه حراره الميه. في بحيره زي بحيره ناصر احنا عارفين الحر هناك بيبقى عالي، درجه الحراره هناك عاليه، ممكن تبقى مثلا درجه حراره الميه 30، يبقى درجه حراره اللحمه 30 ساعة ما بصدها. المفروض ان انا اعمل ايه؟ في خلال مدة لا تزيد عن ساعتين من طلوعها من المية انزل بهذه درجة حرارة السمكة الى درجة ما بين زيرو الى 4 درجات. كده فصيل كده السمكة دي تعيش بنفس الجودة بتاعتها بالاستاندر الاوروبي بالشروط الاتحاد الاوروبي 12 يوم، محتفظة بكميتها الغذائية بنسبة 100%.
التفاصيل دي الخاصه بالاحتفاظ بجوده الاسماك بتنفذ موجوده؟ لا لا، ده اللي احنا بنشتغل فيه ان شاء الله. حاليا عندنا هناك مصنع كبير في الوزاره، والست الوزيره برضو مهتميه بيه، ان شاء الله يبقى فيه مستثمر قريب جدا، لانه المصنع نفسه هو اللي هيطور اللي بيحصل ده. واحنا مهتمين، ومش عايز اقول برضو ان ده برضو احد التكلفات الرئاسيه، وتروحنا فعلا الفتره اللي فاتت، واعتقد قدام سياده الرئيس معلومه عن هذا الوضع، وان شاء الله الفتره الجايه هنطوره. الاسواق مهمه جدا، لان انا بنتج منتج جيد، لكن على بال ما يوصل للمستهلك بيفقد قيمته الغذائيه، او القيمه اللي هي المفروض ياخدها من هذا المنتج، المستهلك ياخدها، فده لازم نركز عليه ان شاء الله. عايز ارجع لنقطه التعديات، انا عارفه ان احنا يعني تحدثنا عنها ولكن مرينا عليها سريعا. في خطه طبعا لازاله التعديات، وفي تكلفه لهذه الخطه. اولا، هو حجمها قد ايه التعديات؟ هي كتيره يعني نسبتها عاليه؟ بيختلف من بحيره لبحيره. يعني بحيره ناصر ما فيهاش تعديات، بحيره البرداويل جوه سيناء ما فيهاش تعديات، بحيره المنزله الحمد لله النهارده بيتشال وتعليمات الرئيس نهائيه، وتكلفات لجميع اجهزه الدوله. اعتقد ان شاء الله بالنسبه لمريوط، يمكن انا شخصيا بيقلقني شويه بحيره ايدكو، لان مريوط خلاص المخالفات بحيره ايدكو يمكن مش باينه شويه، لكن عليها تعديات. هي ما فيش تلوث، لكن عليها تعديات اعتقد كبيره. ما بنقدرش احنا بحكم انها يعني احنا برضو احنا فنيين اكتر، لكن اعتقد بعد سياده الرئيس خطابه في الاسبوعين الاخرانيين دولت، اجهزه الدوله كلها يعني لا ازيع سرا في حاليا اجتماعات، وفي بنحط خطط اللي هي تبدا ان شاء الله الفتره الجايه. امتى اقدر اقول ان مصر بقى فيها اكتفاء ذاتي؟ يعني لا بقى بنستورد ولا محتاجين سمك من الخارج، واحنا انتاجنا وصلنا بيه لمرحله جيده. لا يوجد شيء في علم السمك اسمه اكتفاء ذاتي. الصين بتنتج 50% من انتاج السمك في العالم بتستورد. ليه حضرتك؟ لان انا ما اقدرش انتج جميع الاسماك، اسماك ربنا خلق لنا اسماك كتيره جدا، وفي اسماك بتعيش في المياه البارده، وفي اسماك بتعيش في المياه الدافيه. فنيجي اجي النهارده مثلا على سمكه زي الهيرنج اللي هي بنعمل منها الرنجه، انا ما اقدرش انتجها. اولا ما بتترباش، بنصطادها في البحر الشمال. انا ما اقدرش انا اروح اصطاد في البحر الشمال، وبالتالي انا لازم استوردها. لكن انا اعمل ايه؟ انا المحور او المحاور المحور الرئيسي بالنسبه لهذه الثروه السمكيه هو التوازن ما بين الصادرات والواردات. انا عندي بستورد جمبري، ممكن انا لسه قايل لحضرتك الخطه النهارده ان شاء الله ان احنا ننتج جمبري عشان ما نستوردش. طب احنا عندنا حاجات تانية ايه؟ عندنا النهارده يمكن اقول حاجه يمكن لاول مره تذاع، انا عندنا النهارده برضه بتعليمات سياده الرئيس مشروع اكبر من بكره غليون في غرق في شرق مدينة بورسعيد على 15,000 فدان، والمشروع تم إقامته والأحواض جاهزة للعمل. استزراع سمكي. استزراع سمكي. يمكن ده لم يتم، يمكن أنا أو أنا يعني ما أعرفش أنا يعني تعجلت ولا لا، لكن هذا المشروع موجود النهاردة وإن شاء الله قريب جدا هيشتغل. طب هنزرع في ايه؟ لازم نبعد بقى عن الاسماك التقليديه، زي ما قلت انا ما بعملش قوي الادريس والقاروص لان سوقهم في مصر مش كبير. وحتى التصدير بتاعهم قريب جدا. امتى؟ حضرتك قريب قوي ان شاء الله. انا عايز اوضح لحضرتك ازاي بقى اعمل توازن. التوازن ما بين الصادرات والواردات، ان انا اصدر اكتر. النهارده في بنفكر ان احنا نربي الجندفلي مثلا في مصر. الجندفلي احنا مش هناكله، احنا هنربيه عشان نصدره. حضرتك طب واللي في مصر هنستورده؟ يعني لا احنا ما عند المصري، مصر سوق الجندفلي برضو محدود. تمام، اللي موجود مستورد. لا موجود يعني لا من مصر، موجود من مصر. من مصر. كويس. لكن النهارده عندنا مشروع او مشروعين يمكن متقدمين لنا النهارده على تربيه الجندفلي بارض التصدير. هي المشاريع كبيره جدا وتم ضخ فيها استثمارات عاليه من شركات اجنبيه. عندنا مشروع كمان ما نقدرش ننساه، الاقفاص السمكيه او الاقفاص البحريه بالتحديد. احنا في الوزاره وفي الهيئه مهتمين بهذا الموضوع، ويمكن احنا شغالين مع
هيئة العمالة، الأجهزة المعنية، لأن بيبقى من الحاجات الصعبة على المستثمر إنه يحصل على موافقات الأجهزة دي. فإحنا النهاردة بنجيب له الموافقة بتاعت القوات المسلحة، وفعلا حصلنا على موافقة على أحد الأماكن في غرب مرسى مطروح، هيتم إقامة أقفاص لتربية دنيس والقاروص والتونة. وده برضو من الحاجات الجديدة، لأن احنا برضو احنا لينا كوتا نصطادها من سمكة التونة. الكوتا سنة 2018 كانت 181 طن، نجحنا الحمد لله ان احنا نوصل ل 266 طن بزيادة 48% من الكوتا بتاعتنا. شكرا جزيلا دكتور أيمن. شكرا دكتور أيمن رئيس هيئة الثروة السمكية على وجود حضرتك معنا وعلى التوضيح، ونتقابل تاني إن شاء الله وأرقام أعلى في الإنتاج السمكي ومشروعات تأتي بالمزيد من النفع على الثروة السمكية في مصر. شكرا يا فندم، بشكر حضراتكم جزيل الشكر على المتابعة. تصبحوا على خير.